نزل الحدث الجديد اللي هو حدث بنزيما 99، بالاضافه لهيك بيلي 99، ميسي، هنري، الظاهره، دي بروين، وكل هذول الموجودين بالبكشات، بالاضافه لكريستيانو، راشفورد 98، وبنزيما، واوكوتشا، وكذلك الاراوخو، المسجرانو، مدافعين برشلونه، فلورينزي كذلك موجود، روبي كين. واصراح الحدث تاريخي، الحدث اسطوري، جينولا بالملايين، بنزيما كذلك بالملايين ومع نادي الاتحاد. ولا تنسوا انه بيلي 99 موجود، وميسي وهنري والظاهره ذات نفسه كريستيانو رونالدو. انا متحمس جدا يا جماعه، باذن الله بيطلع لنا لاعبين كثار، لاني مجهز باكجات للتاريخ، فلازم نوصل 30,000 لايك على هذا المقطع، وكذلك لا تنسوا زر الاشتراك لانه متحمس بزياده. مبدئيا نزلوا تحدي لكييزا، والدربلينج عنده 98، بطاقه اسطوريه جماعه الخير، ومعه تاج. يعني شو معه تاج منار؟ يعني مو محتاج تشبكه لا مع لاعبين ايطاليين ولا من اليوفي ولا من الدوري الايطالي، بيشبك هيك حطه باي مكان وبتلاقيه بياخذ تناغم كامل. لاكازيت نزلوا 96 وبطاقه اسطوريه، كل شيء فوق ال 90 ما عدا الدفاع. بالاضافه لهيك عملت تحدي هذا الحارس اللي هو سافين، البوزيشن عنده 97، ترى البطاقه اسطوريه وبيشبك هيك مع اي لاعب وجنسيته انجليزي فيعتبر حلوه. وكمان نزلوا ناني اللي خذل الدون كريستيانو رونالدو مره لما منع له الهدف، يعني وطلع تسلل، والصراحه طالب شويه تحديات صابه ولكن ممكن انه نساوي. الحمد لله وعلى اخر الثواني قدرت اني اخلص تحدي بول سكولز ال 95، ترى اخذ مني وقت كثير يا جماعه، ولكن العيون المحتوى فعليا التحدي لازم انه ينعمل. لك شوف الطاقات، كل شيء يا جماعه، اضعف شيء 92 اللي هو الدربلينج، يا ساتر البطاقه. كفارت سخيليا كذلك ال 90 عملته، ويعني للامانه شيء اسطوري، ولكن سكولز يا اخي، سكولز سكولز يا جماعه، يا جماعه شوف البطاقه يا جماعه، كل شيء اخضر، كل شيء اسطوري حرفيا. والتسديد 99، تسديد بعيد 99، تسديد هوائي 99، اني روبرتو كارلوس، ما ولا كريستيانو رونالدو ولا اي لاعب لك هذا الاسطوره هاد، يا ساتر. فوق منه معه تدخلات قويه، تسديدات بعيده، صانع العاب، يعني حرفيا هذا لازم يجرب 20 سنه بمانشستر يونايتد، يقطع ام الوفاء يا رجل. نزلوا كذلك اللي هو جوميز، هذا الجناح طاقاته اسطوريه وخمس نجوم، مهاراته الفيزيكال نار يا جماعه، اللعبه مليانه لاعبين قوايا بالوقت الحالي. تيمبر هذا مو تبع ارسنال، هذا اخوه، وسط اسطوري، باصات 99، كل شيء فيها 99، الفيزيكال عالمي، خمسه ويك فود. بالاضافه لهيك نزلوا الشيفا، نزلوا تشافي الونسو، ونزلوا زين الدين زيدان ال 99 يا جماعه، لاول مره بالتاريخ زيدان بينزل نزل 99، وعينك على الطاقات، خمس نجوم مهارات، خمس نجوم قدم ضعيفه، فوق كل هذا يا جماعه واهم شيء الطاقات هي، الباصات 99، التسديد 96، الدفاع اسطوري، الفيزيكال اسطوري، زيدان عالمي عالمي عالمي. واذا حابب تضبط تشكيلتك باول لاعبين مالك الا موقع يوسف امبايو، عاملين كوكود خصم خرافي اس واي ار، صار بيخصم لك 6% على اي عمليه شراء بالتم عن طريق الموقع، وطبعا رابط الموقع موجود بالدسكربشن. 100% تحدي زيدان لازم انه ينعمل ويجرب اليوم، العيون نطلع بمحتوى خرافي. فبدنا نوصل حلقتنا هي ل 30,000 لايك، لاني رح اجيب زيدان وكذلك رح اجيب كريم بنزيما 99، فبيكون عندي هدول اللاعبين 99. واذا هذا المقطع بيوصل ل 30,000 لايك الحلقه الجايه مو بس زيدان وبنزيما، زيدان وبنزيما وكريستيانو 99 كلهم بدي اجربهم باذن الله، ولكن شريطة انه يوصل المقطع هذا 30,000 لايك، والله نحن نستطيع. المقطع الماضي كان قريب انه يوصل 30,000 لايك، ولكن التحدي هالمره اقوى لانه في زيدان، في ميسي، في كريستيانو، في بنزيما، بدنا نجرب يا جماعه اغلب هدول اللاعبين باذن الله بالحلقه الجايه. فاضغطوا على زر لايك واشتراك بالقناه لانه عنا كذلك هي الترقيات، وعنا الزائد 87، وترى السوق مليان باكيجات عندي، مليان لا لكم يا جماعه. وبسم الله بنبدا مع اول باكيج، خلينا نشوف ايكون من البلامات، يا عيني على البدايات، يا عيني، تعال تعال يا الفيلم بلام تعال. واهم شيء نشوف طاقات الحكومه مع نادي الاتحاد بمركز المهاجم، 5-5، دربلينج 98، التسديد 99، الفيزيكال 97، البطاقه عالميه اسطوريه خرافيه. وباذن الله يا جماعه ناوي اني اجربه اليوم، لانه الصراحه السلسله الدعم عليها بالفتره الاخيره اللايكات اسطوريه، فهذا السبب اللي عم يخليني اتحمس اجرب لكم لاعبين قوايا، فبدنا الدعم يستمر بضغطكم على اللايكات والاشتراكات. الباكج اللي بعده بسم الله بنشوف الجنسيه، وفي هولندي، في في تركي كذلك. طيب التركي مين؟ اوكي تعبان، المكسيكي، اوتشوا نايس، الالماني يا جماعه والهولندي، خلينا نشوف الالماني مين. اخضر، يا سلام، باصات اسطوريه، دربلينج ماله حل، هذا الماريو جودز حلو والله، والله باكج اسطوري عم يطلع، خضر يا جماعه، صار من الترقيات هي والله اصلي. اخر لاعب هولندي، لا 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 لا، مين هذا؟ اول من فين؟ الله الله المنفيس، فكرته فان دايك يا رجل لوهله، والله اسطوري المنفيس، ويلكم يا المنفيس. عجبتني الطريقه وبعيده مره ثانيه، هات شوف، اوه
با 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 المكسيكي تقريبا انه اوتشوا، وعندك برازيل، المانيا وكولومبيا. خلينا نشوف الالماني مين. بسم الله، حلو حلو حلو. لوروا ساني البرازيلي. البرازيلي من انت؟ بساط، حلو. اوكي طاقاته عاديه شوي، اوكي عادي والله. ولكن هذا اللاعب من الفوتس وجنسيته كولومبي، والله ما خطر على بالي حدا. بس مين انت؟ بساط 91، فيزيكال 96، تسديد 96، والله طاقات يا ولد. ردم الفالكاو، هذا من حدث جديد من الدفعه الجديده صح؟ ويلكم يا ردم الفالكاو، ويلكم يا فالكاو. الله الله، كان بحتاجه يا جماعه. بتذكر لما عملت مقطع اللي هو اذكى اللاعبين؟ كان بيلزمني يا جماعه الخير، والله كان مقطع اسطوري، ولكن ما كانت نازله النسخه. بس ويلكم، والله خمس نجوم ويفوت. ويلكم اخر باكج يا جماعه، والله اني متحمس افتح بنفس الطريقه، الطريقه اسطوريه. حسب لما بلشت افتح بهي الطريقه والحظ منفجر اصلا. الماني ايكون، برازيلي، هولندا. اوكي الالماني جولد، ويا مين كيميتش. اوكي اوكي حسبي الله ونعم الوكيل. طيب خلينا نشوف الالماني هو او في البلان مره ثانيه. طيب الهولندي والبرازيلي، يا ربي يا كريم يا ربي كريم. بسط 87، اوبا با 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 با. تشافي سيميونز، لا هو فريمبونج. اوكي نايس نايس. البرازيلي، ارجوك ما تكون ازرق، ارجوك. اوكي 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 بريمر، نايس والله، والله نايس، والله نايس. تعال يا بريمر تعال، والله الحظ اسطوري بهي الترقيات يا ولد. كذلك ناوي اعملكم بكجات اسطوريه مثل 100 لاعب زائد 82 الايكون زائد 90 الاختياري، وكذلك عندنا باكج اللي هو 10 لاعبين زائد 85، 10 لاعبين زائد 84. ترى هي التحديات تعب، فباذن الله بنطلع بمحتوى رهيب. طيب مبدئيا وبعد حاليا تقريبا نص ساعه صار لي عملت هذا التحدي وعملت شويه تحديات مثل 10 لاعبين زائد 85، بدي اختبر الحظ لانه الدفعه الجديده واضح انها اسطوريه وعم يطلع منها لاعبين. اول باكج ازرق يا جماعه الخير، برازيل، سي بي بريمر مره ثانيه، او لا دانيلو هالمره. عندنا باكج ال10 لاعبين زائد 85، وهات نشوف حظنا. بسم الله بسم الله، مين ممكن يجي؟ مين ممكن يجي؟ ازرق كمان، بسم الله بسم الله بسم الله. برازيلي مره ثانيه، سي دي كاسي كاسي كاسي. انتم ملاحظين انه اخر ثلاث باكيجات بريمر ودانيلو وكازيميرو كلهم برازيليين. يا رب لاعب الهلال، يا رب النيمار يجينا، يا رب النيمار او الظاهر رونالدو. والله باكج، والله باكج، والله والله باكج يا ولد. كذلك ببدا الان بباكج ال100 لاعب زائد 82 لانه كذلك والله انه باكج اسطوري. طيب وهذا اول تحدي وجهزنا. بسم الله، الباكج الذي يليه ازرق كمان، يا رب برازيلي مره كمان، سي دي ام مره كمان. اهو لسه هلا طالع لي انت، استغفر الله. طيب يلا والله ريتنج اسطوري يا رجل، ما بنقول لا. تعال وهذا التحدي الثاني وكمان خلصناه. عندنا باكج 10 لاعبين زائد 85، يا رب بنزيما، الظاهره، ميسي، كريستيانو، اي حدا ازرق، ممكن ليونيل، ممكن برازيلي مره كمان، سي ام هالمره. يا ساتر يا كميه البرازيليين يا جماعه، والله ممكن الظاهره. ترى هذا خامس باكج على التوالي برازيلي، ممكن الظاهره، ليش لا تستغرب. محرز ومقواير مع بعض، يا تذكروا هاي البطاقة شو بدها معي؟ يا عمري يا الرياض، يا عمري يا عمري. وعندي الهاري مقواير، والله الهاري مقواير. شوف لعب معي كم؟ خمس مباريات، أربع جوال و15 أسيست، ملك الأسيستات مقواير. وهذا التحدي اللي بعده كمان خلصناه. بسم الله، 10 لاعبين 85 وفوق يا رجل، صار يساعد عم بعمل تحديات. يا رب أزرق من برازيل، برازيل، أرجنتيني، ميسي، يا جماعة ميسي مهاجم، حرام والله، والله حرام، يا الله، بس يا الله يا الحظ، يا الله. يا ايكاردي، غدرتني يا ايكاردي، غدرتني يا ايكاردي. ول 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 ايكونين، ايكونين، سقراط وفان بيرسي، لك 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 البطاقة. ماي جاد، ماي جاد، يا الحظ. تنالي، توني كروز، سقراط. يا جماعة الباكج اضعف لاعب في اوتو 89، انت متخيل الباكج؟ يا ساتر يا ساتر، تونالي والتوني كروس. والله التحدي طول بزيادة يا رجل، ولسه باقي تحدي كمان حتى يخلص. باكج كمان زائد 85 يا رجل، عم ياخذوا وقت التحديات. أتمنى إنه يجي لاعب بقى من البنفسجيين أو الورديين. أزرق كمان، بسم الله. إيفواري، سي إم، لا نجم النصر الجديد الفوفانا. والله فوفانا ممكن يجيب معه أيقونات، والله والله ممكن، لا تستغربه، لا تستغرب. دوديك طلع لي، وتوموري، نايس. ليفاندوسكي كمان ولدنا، نايس نايس نايس. نبدأ الآن بتحدي الآيكون الاختياري، وبسم الله هي أول تحدي وخلصنا بنجاح. وهذا التحدي الثاني، أوكي طلعنا أزرق، ألماني، سي دي إم، ول 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 ول، والله كيميتش، والله نور، يا عمري يا شيخ، يا عمري، والله الحظ أسطوري، والله الحظ أسطوري، ريتات الأرض يا رجل. شوف الباكج أصلا شو معفن وبينباع، واو
وهيك خلصنا من تحدي الايكون. يلا بسم الله، زائد 90 اختياري. يلا بسم الله، اول لاعب يا جماعه الخير، اول لاعب فيزيكال 90، حلو. دفاع 89، دربلينج 94. يا رجل هذا اسطوري. ليك البالانس كم؟ والله بطاقه يا ولد. الباصات 91، ترى ايكون والله شيء رهيب. التسديد 70 والسرعه 92. شيب شيفتر. لا فرناندو هيرو، الله ياخذ ام الشغله، استغفر الله. طيب ثاني لاعب فيزيكال 83، الدفاع تعبان، دربلينج 87، وسط تعبان، التسديد قوي. والله معفن هذا صح؟ العب يا العفاني. طيب باقي ايكون، الامل بالايكون الاخير. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نشوف. فيزيكال 91، واو. الدفاع كم؟ حلو. مهاجم، يا رب. 92 لدربلينج، حلو. الباصات 91 كمان، ممتاز. تسديد كم؟ 89 والسرعه 99. او ماي جاد، هذا كامبل، حسبي الله عليكم. هو في واحد اخير كمان، هن الاربع مو ثلاثه يا باريسي. واو نايس، اوكي طلع الاربع الاختياري، الايكون صار اربع لاعبين مو ثلاثه. والله نايس، باريسي ريتنج على الاقل. تعال طيب، حاليا حان وقت انه ننهي هذا الباكج، وهيك بنقدر نقول انه خلصنا باكج ال 100 لاعب زائد 82 بنجاح. والله يا انه كلف وقت ولاعبين ومجهود يا جماعه، بس 100 لاعب 100% بيطلع لاعب وردي باذن الله الكريم. اذا هذا هو الباكج الموعود، 100 لاعب، يعني نادر جدا انه يكون في باكج اصلا في 100 لاعب. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، راح نفتح الباكج سويه ونشوف. يا رب لاعب وردي يا رب يا كريم. ازرق، اوكي. طيب ميسي، رونالدو، برازيل، كام. تاليسكا هو لاعب، مستحيل يا رجل، مستحيل. الا نيمار، يا ساتر. ممكن يكون في وراه، ترى عادي ممكن يجي لاعبين وراه. بسم الله خلينا نشوف. يا البكج، كم لاعب ازرق، يا ساتر يا البكج، يا ساتر. ول كمل. قلتلكم والله 98. أليسون، ليه ما طلع بالبداية يا أخي؟ ليه خربتوا الفرحة ليه؟ والله أسطوري الأليسون، يا ولد، تمبكتي موجود. خلينا نشوف مين في زيادة. بسم الله، في مكررين ترى، ها؟ والله في يا جماعة، طلع لي من الحدث أهم شيء. أيكون، وكمان في هذول، يا البكج، والله بكج تاريخي، والله بكج عالمي واسطوري وخرافي يا ولد. يجيك الاليسون ويجيك التاليسكا، واو. يلا بسم الله، تحدي الزائد 85 الاسطوري. يلا يا رب يا كريم، بدي لاعب من الورديين. طلع لي الاليسون ولكن بدنا البنزيما. ارجنتيني كام. يا ميسي، يا اخي متمنيه يجيني ليونيل. ما اجاني ميسي الازرق ولا مره، اجاني ميسي الازرق. والله بكج حلو والله. يلا يا رب. أرجوك أزرق كمان، إسباني، سي إم. وين البيدري؟ وين الولدنا يجين الميرينو؟ كلهم زرق يا جماعة، يا أخي البنفسجيين وين؟ أوه، أيكونين مع بعض يا جماعة، كم أيكون بهالحلقة؟ اللي بيعرف عدد الأيكونات اللي طلعت لي للآن وبيكتبوا بتعليق رح تاخذ قلب. راجع الحلقة 100% وبتقدر ترجع، هذه بتقدر ترجع وتشوف، أهم شيء العدد الصحيح، رح تاخذ قلب. يلا يا رب، أنا متأمل بهذا الباكج، أرجوك. ازرق كمان، يا رب يا كريم. فرنسي، ار دبليو، مين هاد؟ ديابي، والله ديابي كان لما نزل كان غالي، بس عندي اياه اصلا. يا موسم، ممكن وراه وردي يا جماعه، والله وراه فرديناند يا وحش. اندرسون تاليسكا كذلك موجود، يا ساتر. يلا بسم الله، 10 لاعبين زائد 85 للفرصه الاخيره او ما قبل الاخيره تقريبا. خلصت البكجات يا رجل. ازرق يا رب، بنفسجي يا اخي. الماني، سي ام، غوريتسكا. براندت، حلو. يا رب معك وردي، لا يا اخي، قررت اعمل تحدي زائد 93 للاختياري، شيب شيفتر او فوتيز، وترى بيطلع لك فوتيز، ممكن يطلع لك ميسي او الدون او النيمار او البنزيما او المبابي، كلهم لهم بطاقات قويه، فنتامل انه يجينا منه شيء اسطوري. يلا بسم الله، اول تحدي وخلصناه، وهذا التحدي الثاني وخلصناه كذلك. الفرصه الاخيره انه يجيني لاعب من الحدث، لانه حرفيا فتحت كل الباكجات اللي بقدر افتحها اليوم. خلص التحدي واعطيني الباكج بقى، اعطيني الباكج اختياري زائد 93، يا رب انه يطلعوا هيك كلهم زهريين. اول لاعب فيزيكال 89، حلو. دفاع 89، ممتاز. دربلينج 93، اسطوري. البساطه 88، ممتاز. تسديد 82 كمان ماله سيء، والسرعه 98 يا ولد. اوكي اخضر مو وردي، اوكي بسم الله. روسيلون، اوكي، بدايه جيده، عادي لسه البدايه. يا ساتر يا الفيزيكال،
يا ساتر يا الدفاع، يا رب انه من الورديين يا رب. والله كل شيء فوق ال 90 يا ولد. بسم الله بسم الله. اوه ماي جاد اوه ماي جاد، هذا ختم الباصات حرفيا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، كل شيء فوق ال 90 يا جماعه يا جماعه يا جماعه يا جماعه يا جماعه، هذا لاعب اسطوري يا جماعه، هذا لاعب فنان يا جماعه، كل شيء فوق ال 90. انا اول مره بعمل بكشف طاقات بيطلع لي كل شيء فوق ال 90. شو عندك تريتس؟ اوه ماي جاد، لك كم مليون شغله عنده يا ساتر. طيب خلينا نشوف. بسم الله، شو جنسيتك ارجوك يا اخي؟ وردي وردي يا جماعه، برتغالي. اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه ماي جاد، انت مين؟ روبن نيفيس. اوه ماي جاد، اوكي تخيل لو الدوم بس كان، بس والله نيفيس حلو، نيفيس حلو، كل شيء فوق ال 90. اللي بعده فيزيكال 86، مهاجم يا رب. حلو الدربلينج، اسطوري يا ولد، الباصات ممتازه. لا اله الا الله، التسديد عالمي، السرعه عالميه. وردي 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 يا جماعه، وردي وردي. ممكن كريستيانو هذا ولا لا؟ والله لا لا مستحيل الدون. والله ما ادري مين انت. طيب ديجو فورلان هيرو طلع لي، الله اكبر يا عمر يا شيخ، لسه باقي لاعب. بسم الله اخر لاعب يا رب. حلو، ومهاجم الحمد لله يا رب. يا جماعه يا جماعه مهاجم يا جماعه، الدربلينج اللي دربلينج سحرني، والباصات طربتني، والتسديد اسعدني، والسرعه فرحتني شويه. بس وردي ولا اخضر؟ اخضر هالمره. تشيلسي ماريو جوتزي، اوكي واو واو، اظن فيز جربته من قبل، فليش لا ما ناخذ لدييغو الفرلان. والله بطاقه اكيد هي غاليه كمان، وبيلعب جناح يسار كمان بنفس الوقت، وخمسه ويكفوت. حاليا حان وقت تحدي زين الدين زيدان ال 99 الاعاره، رح نعمل طبعا ونجربه داخل ارضيه الميدان، متحمس له جدا. وهيك خلصنا من التحدي، وارسل يا وحش واعطيني زين الدين زيدان ال 99 لاول مره بتاريخ اللعبه. عينك على البطاقة يا رجل، قسما بالله شي طرب، والله شي طرب الباصات يا جماعة مش طبيعية. هذا اللاعب أنا عم فكر لعبه مهاجم أصلا جوا الجيم. ويلكم الحارس، طاقاته حلوة 94، مو عاملين شكل باكج مدري ليه، بس الحلو إنه فعليا طاقاته قوية ومتر 94. حاليا مع أقوى لاعب في كل اللعبة يا جماعة، زيدان 99، أول لاعب 99 بالنادي. لا اله الا الله يا الطاقات، والله شيء طرب قسما بالله شيء مش طبيعي. كذلك طبعا العم رونالد الاراوخو الجديد، يا ساد اراوخو دائما من اقوى المدافعين بيكون باللعبه، ونزل جديد فلازم انه ينضم كذلك على الخطه. وعندي اليسون طلع لي، الاليسون البيكر سعره 98، مو سعره قوته 98، وبيشبك مع كوتينيو اذا بدي اشبكه. اوكي والله فكره، والله ليش لا. كذلك كوتينيو بيريح على الاحتياط، وبنجيب اللي نزلوه جديد واقوى وسط بكل الدوري الايطالي، فلورينزي 97 يا جماعه. شوفوا طاقات فلورينزي لدربلين، كل شيء كل شيء كل شيء فوق ال 90، هي البطاقه مش طبيعيه، وفوق منها خمسه ويك فوت. هل اكتفينا بهيك؟ لا والله ما اكتفينا. التشافي سيميون شوف ما ظل مكان، المشكله ما ظل مكان بالتشكيله، بيريح على الدكه، وبنجيب الهيرو الجديد اللي هو جي جي اوكوتشا، قوته 96، الدربلينج عنده 99، وهل بس هيك؟ لا والله هو 5-5 يا جماعه، شيء مش طبيعي. واللي بيميز نسخه اوكوتشا هي انه الانهاء عنده اسطوري، مقارنه بالنسخ القديمه كان الانهاء عنده 80 بس. كذلك هل اكتفينا؟ لا والله ما اكتفينا، بيريح بيلي على الاحتياط، تخيل بيلي بيلي ذات نفسه منار على الدكه، اي والله على الدكه. مين اللي بيجي مكانه؟ الحكومه الجديده يا جماعه، 92؟ لا 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 لا، 92 شو؟ 99 كريم بنزيما نادي الاتحاد، البطاقة الجديدة يا جماعة. بالله عليكم مو محتوى اسطوري، حلقة للتاريخ، بدنا نوصل لهي الحلقة يا جماعة 30,000 لايك، وخلينا نشتري اللاعبين الآن. مبدئيا بنقول لفلورينزي ويلكم بالتشكيلة، بنقول ويلكم بالعام كذلك رونالد أراوخو مع بطاقة الشادو يا جماعة، سرعته أصلا أوريدي أسطورية، وممكن نوصله 99. اللاعب اللي بعده طبعا الهيرو الجديد جي جي أوكوتشا، صراحة وبعد التفكير قارنت بين أوكوتشا واللي هو ديناتالي، اللي هو ديناتالي الجديد يا جماعة، والصراحة ديناتالي حسيته متوازن أكثر، وبنفس الوقت لأنه بدي لعبه مهاجم مع كريم بنزيما فلازمني واحد يلعب مهاجم، أوكوتشا بينفع على الجناح ما بينفع مهاجم، مع إنه ديناتالي على فكرة أغلى من أوكوتشا بمراحل، بس أكيد إنه أفضل. ويلكم بالديناتالي، أوكي طارت النسخة حسبي الله. ويلكم بالأنطونيو الديناتالي، بيدخل كذلك على الخطة وبنحاول نعطيه تحويلة مركز آر دبليو. الآن حان وقت الحكومة، كريم بنزيما مع نادي الاتحاد، بطاقة أسطورية للتاريخ، لاعبين 99 بالتشكيلة، سعره 3 مليون كوينز إلا شوية، وبنجيبه يا جماعة رسميا على الخطة، وبنقول ويلكم بالحكومة كريم بنزيما. ويلكم ويلكم يا بنزيما، ويلكم. طاقات الارض يا جماعه حرفيا بعطيه انجن، تزودوا شوي بالدربلينج وبس، ما له محتاج شيء اصلا.
اذا حاليا هاي التشكيله وصلنا ريتنج 96، يعني شيء مش طبيعي حرفيا، وحنجربها بالفوت شامبيون. بنعطي زيدان كمان انجن شوي تزوده بالدربلينج، هو يعني اوريدي اسطوري، بس يعني اوكي ليش لا. حاليا هاي التشكيله جوا الجيم حيكون زيدان محور هجومي، وبعدها بدي احوله مهاجم الصراحه بالشوط الثاني. يلا بسم الله، هيا بنا. اوه والله تشكيله يا رجل، حلو حلو حلو، عنده محرز كمان. طيب يلا الحكومه، يا سلام للزيزو، الزيزو يا الزيزو. تخيل ياهو ياهو يا زيدان، شو يا عمري يا العم، عطي يا العم يا الاراوخو يا وحش. حلوة بنزيمة، ابا با با دنهو دنهو يا دنهو يا وحش، اعطيني الاول هات. لا فتحت تسلل ملعب لباص، خدعني. لا فتحت تسلل مرة ثانية ملعب لباص. الله يا الاليسون، الله يا الاليسون، الاليسون بكير. حيسجلها حيسجلها حيسجلها، الحمد لله. شيل الكولي، لا جول هي. والله اليسون يا جماعه بحسسك الموضوع سهل. يا ساتر يا ساتر. العم، اه يا العم والله سجلها والله. نركز نركز يا شباب. كوره غداره 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 غداره، رونالدينو رونالدينو رونالدينيو، والله صدها. زيزو مر، زيزو عدى، زيزو يا عيني يا عيني. ال 99 ما اجت عبث يا زيدان. الله عليك الله يا وحش. حلوه الانطونيو الانطونيو الانطونيو، ادينا التالي بنزيما يا حرام. حطها يو حي الكرفخال، داني داني كرفخال. يا الخصم يا الخصم، والله لا تشوف والله والله. اذا ما بشخصنا معك انا ما بكون بفهم شيء. انا بورجيك انا بورجيك اللعب، تعال تعال يلا تعال خذها تعال خذها تعال تعال اورجيك اللعب المريض. شوف ها يلا تعال خذها هيك هيك، مو مرض انت بدك تعال خلي يلا عادي. كل واحد مو كل واحد حر بيلعب بالاسلوب اللي بده اياه. هاي انا اسلوبي الجديد، يلا يلا ها تعال. اوكي اوكي والله لورجيك والله لورجيك، انا ورجيك المرض هذا، انا ورجيك المرض هذا. يلا تعال يلا يلا. انا اذا ما بنهي هاي المباراه 5 ما بكون بفهم شيء، ماشي والله لورجيك بقى هيك. بس بدي اسجل، ما همني المتعه ولا اي شيء، بس سجل الاهداف وخلص. يلا روح يا رونالديني روح روح، ورجيك شغلك انا ها، ورجيك شغلك بقى. يلا يلا ابلع ها ابلع ابلع ابلع. لسه 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 ما شفت شيء لسه، هذا 99 مو من فراغ. يلا جايك اه، بتنسحب خفت طبعا، طبيعي انك تخاف. سحب سحب الخواف انسحب، واكيد انك استمتعت بهذا المقطع. بما انك استمتعت بهذا فاكيد رح تستمتع بهذا اللي لسه امتع واحلى، فاضغط عليه وتابعه الان.